بس معانا كمان دوري ايه؟ ايران. ايران دعما للمساعي العربية في تحقيق العدالة الانتقالية وحرصا منا على تطوير وإنجاح العمل العربي في هذا الإطار، نطرح على المجلس اليوم ورقة العمل. هو عامة المؤتمر ده بالفعل هو بنفس اللي بيحصل عندنا في النموذج، هو بيحصل في جامعة الدول العربية، هو نموذج محاكاة. هم فعلا الطلبة بيمثلوا وفود، سواء وفود دول موجودة أو منظمات أو شخصيات عامة. هدف المؤتمر ده ان احنا نطلع بورقة عمل، الورقة العمل دي ازاي نشوف ان الشباب يقدروا ان هم يمثلوا سياسة الدولة ويوصلوا للقرار هم القادة السياسيين ما قدروش يوصلوا لها. قد قامت بمسرحية هزلية بإحضار وفد لا يمت للاجتماعنا بصلة، لا نعرف من أين أتى ولا من أين ذهب، حتى أن هذا الوفد بعد أن قام بالتصويت ونحن نعلم الله أعلم ما هو مصدر هذا التصويت وما هي الإجراءات. أربع أيام هنناقش فيهم أول يوم وضع مساق عربي للعدالة الانتقالية. النهاردة اليوم الثاني قدمنا ورقتين عمل، مجموعة في تحالف روسيا ومجموعة في التحالف المصري. التحالف المصري بيحاول أن هو يتجنب نقطة آلية المحاكمات والملاحقات القضائية، واعتقد ان في امكان الرئاسه اعاده التصويت بدون وفد السعوديه اذا اراد ذلك الاعضاء الذين قدموا نقطه تحدي الرئاسه، واظن ان التصويت لن يختلف كثيرا. نقطه صداع.